طبعا القصب عنديني بيبدا الكسر من يوم 5/1 او 7/1 حسب الشركه معاي. لما يزرع القصب بيزرع عندنا من شهر مارس، من شهر 3 بيتحارد ويتفج ويجي له تقاول، هي الخيل يكون بكر. تمام، الفدان عنديني يعني ممكن اللي يجيب 2.5 طن 3 طن، بس المشكله في ايه؟ بتاعته في العمال، لانه عشان تكسر القصب لازم القراطة ياخذ 4 عمال. العامل عندنا اليوميه بتاعته ب80 جنيه وعلب السجاير. يا ابو اللبايش يا قصب، عندنا الفرح واتنصب. تلك الكلمات الابداعيه التي تغنى بها الشاعر الراحل عبد الرحمن الابنودي، والتي جسدت ملحمه زراعه القصب في صعيد مصر وارتباطها بموسم الزواج، حيث ينتظره العديد من الفتيات والشباب لإعلان زواجهم لقرب الحصاد. تكسر القصب بنكسر من شهر 1 لغاية شهر 24/25/4. تمام، احكي لك في الملح. طبعا الفدان بياخذ 13 شوال ملح، ممكن ياخذ اكثر، بس مشكلتنا في المي، ممكن المي تقعد 40 يوم متاجم 40 يوم ما تجيش، عشان طبعا من وقت ما عملنا بطنوا الترع، او يشكر رئيس الجمهوريه طبعا بطلنا الترع وشالنا الحشائش والقش والكلام دي، فبقت نظيفه. بنودوا القصب ده بتاعني بيقعد في يروح الشركه، طبعا في ناس بتودي على جرارات وناس عربيات الدكوفيل اللي هي وراك دي على الخط. في القطر ده بيقعد 20 يوم 25 يوم تجي الفلوس في البنوك او البريد المصري. بروحوا نقضوا القصب بدون 90%، وبتبقى ال 10% قاعده لغايه 10 7 اللي هو نقولوا عليه احنا كعب الحساب. يا أحلى من الجلاب يا قصب، بتبدأ الفرحة بالنسبة للمزارعين مع بداية حصاد القصب، بالإضافة للاحتفالات الشعبية باعتباره موسم الخير. أيادي شقيانة ونفوس راضية ولقمة حلال. يا ولدي العمال اللي بيكسروا دول بيجيب انت مثلا معاك مساحه مثلا 5 قريط مثلا او ربع فدان، بيجيب مثلا 10 عمال كل يوم تكسر قبلها بيومين عشان يجمع القصب، عشان لما تجي اجماليه تحول القصب عندك في العربيه. طبعا العمال ده بين عامل يومته ب 80 وعلب السجاير، يبي يشتغل الساعه 6 الصبح لغايه الساعه هي الساعه 9 3 ساعات. الكساره ولا الجماله؟ لا الكساره. الكساره بيشتغلوا من 6 ل 9، بيجيبوا طبعا افطار الصبح وسجاير ويمتوا بين 80 جنيه. ثاني يوم تاجي العربيه اللي هي الدكوفيل، طبعا كل عربيه اللي هي جماليان اجمال بتحمل قصب دي، وراها واحد بيقطع البوال ويعبي لي وصاحب الجمل، يومته ده ب 200 جنيه، والعامل اللي بيعبي في القصب للجمل ب 80 جنيه. تمام. بتاعنا دي هو العيد، هو العيد بتاع العمال والمزارعين، اللي هو يبدا من شهر 1 لغايه شهر 4، كانه احنا رايحين دوله في الخليج. المزارعين والطلبه وكله الفرح بتاعنا والشغل بتاعنا الاربع شهور دول الخير بتاعنا كله. اللي بقي قالوا بيبيع شد، قالوا عندنا ب 50 جنيه و60 جنيه زي ما انت شايفي. الطلبه الصغيره شغاله برضه اليوم ب 80 جنيه. هو العيد بتاعنا الاربع شهور دول يعني، والفرحة بتاعت الناس عيد بالنسبة لنا احنا، عيد بنستنوه من نقوله من شهر 3 لغاية ما يجي القصب الشركة تفتح 5/1 أو أول يناير لغاية ما تخلص شهر 4، واحنا هو العيد بتاعنا دي الفرحة بتاعتنا. البيوت والمزارعين وحتى البهايم
الاكل بدل ما تروح تجيب لك قراط برسيم 250 بتاكل ببلاش هي إيه عن شيء تقلوح او انت تروح هي إيه. في ناس بتقلوح قلويح وادك شايف الرجل ده بيبيعه ياخذها ب 25 في 50. اما اقوم الساعه 3 بالليل اما اقعد الساعه 11 الساعه 12 وقت ما تخلص العربيه يعني انخلصه من بتاع 20 30 سنه يعني 4 شهور ما فيش غير الا يعني من شهر 12 لشهر 4. اجره الجمال كام؟ 200 جنيه بياخذي. كل جماليان بيحملوا عربي ممكن انت حسب الرجل اللي شايفاه وراك ده اللي بالمسك السيف ده ممكن يجيبها 10 ممكن يجيبها 7 طن يعني هتلاقي في عربات مع بايزيان وفي عربات ايه نص نص حسب ايه انت مع حسب القصب الشحن اللي بتحكم ولا ممكن يبقى يعني انا عندي مثلا في دوبل جايب 21 في واحد جايب 23 في واحد جايب 25 ممكن تلاقي ناس ثانيه جايب 11 و15 و16. في كل شبر من أرض مصر في ناس بتدور على الرزق وموسم حصاد قصب السكر يعد باب رزق كبير بالنسبة للصعايدة. يا أحلى من الجلاب يا قصب، بتبدأ الفرحة بالنسبة للمزارعين مع بداية حصاد القصب بالإضافة للاحتفالات الشعبية باعتباره موسم الخير. أيادي شقيانة ونفوس راضية ولقمة حلال.